السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله تكونوا كويسين، وإن شاء الله تكونوا مية مية. هنرجع لكم في فيديو تاني اهوت. طبعا صورت لكم قبل كده اي ماك ازاي تمسح الداتا وترجعها تاني، ف انا بعمل لكم الفيديو ده ان شاء الله برضو ازاي تغير سبيكر اوكي او السماعة بتاعت الاي ماك ده، اي ماك برو اوكي. طبعا اول حاجة هنجيب المفك اهو، تمام، ده مفك عادي جدا بس عشان المسامير بتاعته. تابعوا معايا، ده طبعا يا جماعة الاي ماك مش اي حد يشتغل فيه، او اللاب توب عامة الابل مش اي حد يشتغل فيه. احنا بنوريكم طرق معينة ازاي تغير بطارية، ازاي تغير سماعة، ازاي تغير سبيكر، ازاي تغير فلتر الهواء اللي هي المروحة، ازاي الحاجات دي كلها. تمام، انتوا تابعونا بس وان شاء الله لو كله هيبقى تمام باذن الله. تمام، طبعا مش محتاجين اي حاجة، احنا بنفك العشر مسامير دول وبنرفع الضغط، تمام، ونشيل الفلات عادي جدا مفيش اي مشكلة، اللي هي فلات السبيكر. تمام، بس طبعا دي لها ظهر معين، ليها مفك معين. انا بوريكم جماعة المفكات المطلوبة لفك الاي ماك او اللابتوب الابل اوكي. طبعا دي فكينا، بسم الله الرحمن الرحيم، بس واحدة 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 اوكي. طبعا دي سبيكر اها، شايفين هعمل لكم زوم عليها اها اها، ده سبيكر اهو، ده السبيكر اهو، تمام، ودي الفلاتة بتاعته اهي، دي اللي هنغيرها ان شاء الله. طبعا مش اي مفك بيفك، تمام، مش اي مفك بيفك. هذا صغير اوكي، نجيب حاجة اكبر شوية. عندك المفكات بتاعتنا الصورة بقى الزوم عشان ايه؟ ايوه يا جماعة، ده السبيكر اهو، واحدة واحدة اهو. وطبعا انا زانق نفسي لان ما فيش حد بيصورني ومثبت الفون على حتة، مش بعد كده طبعا. دي الفلاتة اهو، نشيلها كده اهو، دي الفلاتة اهو، تمام، دي الفلاتة اهيت، حاول دايما وانت شغال ان انت سواء الموبايل سواء الايفون سواء الاي ماك اهي اوكي. دي سماعة الايباد اللابتوب اوكي، ده السبيكر اهو يا جماعة، تمام. بتشتري واحدة جديدة وبتركبها، سواء انا هوريكم بتركب ازاي، نجيب واحدة جديدة بس. دي واحدة جديدة اهي اوكي، تمام، هنركبها. بص طريقة التركيب اهي، مش بعيدة اهي، ندخل الفلوكة دي من تحت كده، ايوه
اهو اهو بامكانها الشخصي. ايوه بس اقفل مزاميرنا الجميلة. تمام مزامرنا الجميلة. اوكي عشان كده ايه يبقى كله خلاص. طبعا في مسجات انا بوصلني نصديق عزيز عليها بقفل وبرجع كل حاجة زي ما كانت. اوكي كل حاجة زي ما كانت يعني ما خدتش خمس دقايق خمس دقايق ما خدتش دقيقتين. اهو شفنا طبعا كل المزارع بتاعتنا. خلاص كده يا جماعة اهو تمام قفلنا كله تمام تمام. مكان السماعة التانية اهو السبيكر التاني ده برضو اهو تمام عشان بس اللي ايه مشافش يشوف. وهنرجع نقفل تاني نفس ما عشان اول مرة نرجع نقفل تاني. تمام مكان الحاجة يكون كله راكب بحكاية. اي ماك برو الجرس اللي انا غيرته ده اي ماك برو. اوكي استنونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نغير بطارية برضو اي ماك بس اي ماك 3 ان شاء الله. السلام عليكم.